فإن بعض الناس إذا سمع كلام الله جل وعلا وجاءه ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها الفهم الصحيح بما لا يعارض لسان العرب ولا يعارض باقي الأحكام قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لم يتحيل الحيل ولم يبحث عن الرخص ولم يبحث عن شواذ العلم، وإنما امتثل أمر الله عز وجل وذلك المحك. وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم في ذلك قصب السبق ويضرب بهم المثل في كمال الامتثال، ولذا انتقاهم الله عز وجل أصحابا لخير أنبيائه وأفضلهم وسيد ولد آدم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خبرهم رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على المنبر يتكلم فرأى رجلين من أصحابه يتلاحيان أن يرفعان صوتهما بالخصومة والنزاع، فحين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اجلسوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهما، وبينما هو يتكلم بهذه الكلمة إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل المسجد ويلجه من بابه فيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فيجلس في محله حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا أبا عبد الرحمن ما أجلسك هذا المجلس؟ فيقول رضي الله عنه سمعتك يا رسول الله تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. نعم أيها الإخوة، إن تعظيم أمر الله عز وجل وإجلاله في النفوس وتوقيره في القلوب هي منزلة عظيمة من درجات إياك نعبد وإياك نستعين، والمرء دائما يسأل الله عز وجل ذلك فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك نعبدك لا نعبد غيرك، وإياك وبك نستعين لا نستعين بغيرك على العبادة وعلى غيرها. وهذا من باب تقديم المعمول على العامل، وهذا مما يفيد الحصر والتعظيم.